تستمر محافظة حلب ومجلس المدينة بالإسراع في العمل على تأهيل المناطق التي تضررت جراء الإرهاب، ومنها منطقة الحمدانية وضاحية الأسد التي كانت نقطة تماس خطرة مع العصابات الإرهابية المسلحة، والتي تضررت بشكل كبير من قذائف الإرهاب وصواريخها على مدى سنين الحرب. مجلس مدينة حلب مستمر في الأعمال المناطة به من أعمال مشاريع حيوية واستثمارية، إضافة إلى الأعمال اليومية التي يتابعها مجلس مدينة حلب بكافة أنحاء المدينة من ترحيل أنقاض وأعمال زفتية وصيانة زفت، إضافة إلى الإنارة العامة وتأهيل الحدائق والمنصفات والمستديرات وأعمال النظافة اليومية المستمر الليلي والنهاري، ونتابع أيضا الأبنية الآيلة للسقوط. ونظرا المساحات الكبيرة التي تحتلها الحمدانية ولحجم الأعمال المتواجد، تم إدراج مشروعين، مشروعة الجهة الجنوبية وآخر من الجهة الشمالية. الورشات تعمل في أكثر من مكان وبالسرعة القصوى بالتوازي لإنهاء المشاريع. إعادة تأهيل جزء من البنية التحتية لمنطقة ضاحية الأسد، حيث تم البدء بأعمال ترحيل الأنقاض والسواتر الترابية والبقايا الموجودة في الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية، بالإضافة إلى بعض الصيانات الزفتية. الورشات متركزة في أكثر من حي وفي أكثر من مديرية خدمية، وخصوصا في الأماكن التي يتم عودة الأهالي إليها وعودة الحياة إليها. هناك تركيز على مناطق الصناعية، سواء كان منطقة الليرامون أو العرطوب أو الكلاسة الصناعية، حيث يتم التركيز عليها بحيث يتم أعمال ترحيل الأتربة وإجراء الصيانات الزفتية. الهدف من هذه المشاريع هو عودة الأهالي إلى المناطق التي تحتل مساحات كبيرة في مدينة حلب، وإعادة المشاريع الاستثمارية إليها كما كانت من ذي قبل. قناة سما الفضائية، كنان علوش.